من الجزائر عبر الهاتف ينضم إلي كريم قدولي مراسل الغد. إذن كريم، كانت هناك شعارات ترفع في هذه الجمعة من قبل المتظاهرين، يعني باللهجة الجزائرية كليتو البلاد يا سراقين، هل يعتبر هذا الشعار ردا على خطاب الرئيس المؤقت؟ نعم وائل، هو شعار واضح يعني كان مردد منذ أول جمعة يوم 22 فبراير، وهو اليوم يردد أيضا في الجمعة 16. إذن مطالب الجزائريين هي ذاتها واضحة، الآن يركزون على رحيل الباءات المتبقية حتى يبدأ هذا الحوار. أيضا شاهدنا ذلك الشعار الذي الانتخابات في وجود العصابات. اليوم كان واضحا أيضا أن ردة الفعل جلية من خلال كل التصريحات التي أخذها استطلاعنا للرأي من طرف شريحة واسعة من المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع وبأعداد معتبرة حتى الآن، ولا تزال أمامنا تقريبا ساعة ونصف عن صلاة الجمعة وبعدها تقريبا يتضح المشهد. أظن أنه حسب كل الذين رأيناهم أن خطاب الذي أدرجه الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح قد تقريبا استفز هؤلاء الذين نزلوا مرة أخرى. اليوم نتكلم حول الجانب الأمني، الجانب الأمني كل مداخل العاصمة أغلقت مثلما اعتدنا عليه في آخر 5 جمعات. منع المتظاهرون من التجمع والتجمهر أمام ساحة البريد المركزي قبل أن يغيروا المسلك الذي اعتاد عليه المتظاهرون من أمام ساحة البريد المركزي ليصعدوا نحو شارع الدودوش مراد، وحتى الآن يعني الوضع على حاله الكثير من المواطنين والمتظاهرين يتجمعون. طيب الآن كريم، يعني أريد أن أسألك أيضا فيما يتعلق بالتعزيزات الأمنية، لطالما كانت هناك في كل جمعة يتم إغلاق بعض الشوارع الرئيسية في الجزائر لمنع المتظاهرين من التجمع أمام ساحة البريد المركزي، بعد خطاب الرئيس المؤقت هل لمست هذه التعزيزات العسكرية وهل من إغلاق لبعض الشوارع؟ أكيد لكن هناك غلق لبعض الساحات العامة وأيضا نطق الجامعة المعروف في غار حراك وأيضا ساحة البريد المركزي. الغلق الأكبر هو على مستوى المعابر ومستوى مداخل العاصمة، لأن كل الذين يأتون من خارج الولاية يتكلم حول الولايات المجاورة لا يمكن لهم أن يدخلوا للعاصمة، بالتالي الآن قد يتحط حصار على العاصمة حتى يتضاعف العدد. لكن لا نتكلم فقط حول الحراك في العاصمة، لأن الحراك متواجد في كل ولايات الوطن من شرقها إلى غربها إلى جنوبها، وبالتالي العاصمة هي فقط نموذج ربما للكثرة وربما لبعض الساحات التي أصبحت كأيقونات. لكن على غرار المثال مثلا في قصر الشعب، في برج بوعريش، في قسنطينة، في عنابة، في مستغانم ووهران وكل الولايات، هنالك نفس المشهد يتكرر. وبعد صلاة الجمعة كما قلت تتضح الرؤية بعد أن هنالك أعداد كبيرة تلتحق بهذا الحراك الشعبي. الآن الحديث لم يعد حول كثرة العدد، يعني تكلم حول مئات الآلاف أو الملايين، الحديث الآن حول الإصرار والإرادة في تحقيق المطالب والثبات عليها، لأن في مثل هذه الإجراءات الأمنية المشددة اتضحت الصورة مستحيل أن تكون نفس الأعداد التي كانت من قبل هي ذاتها. الآن اليوم الرهان خاصة في العاصمة هي على أبنائها، أبناء العاصمة، من أجل النزول إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة وقول كلمتهم لا للانتخابات في وجود الباءات، ونعم للتفاوض لكن ليس مع رموز السلطة السياسية التي حكمت في حقبة بوتفليقة، لأن ذلك حسبهم يعني غير قابل للنقاش تماما. شكرا جزيلا لك كريم قدولي مراسل غد، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف.